نيجي بقى للايه؟ للطبق السلطه. مخرجنا الجميل ايرك نشوف مقادير طبق السلطه على الشاشه. حاجات كده بسيطه وسهله. خيار ماشي. معانا خس بلدي ماشي. نعم. حاضر. عيني حاضر. المخرج طالب مني شغلانه صعبه جدا. بيقول لي تاكل الثلاث اطباق دول على الهوا. لا حصلش. لا لا لا. ومقادير السلطه على الشاشه. حلو. نخلي قدام شويه. حاضر يا فندم. حاضر. تمام. مقادير السلطه على الشاشه. هشتغل هنا. حلو. السفره مليانه بسم الله ما شاء الله. هنعمل طبق سلطه النهارده مع بعض. وده من طبق السلطه ده يعني في مطبخك او على السفره بتاعتك موسوعه. موسوعه جماليه، لوحه فنيه، سميها زي ما تسميها، ولكن عايز اقول لك هي عنوان مطبخك. هي اللي هتقول انك بتحب ضيوفك ولا مش بتحب ضيوفك. هي اللي هتقول انت مهتميه بالسفره بتاعتك ولا مش مهتميه. اذا كان غسيلك للخضار الجرجير، تقطيعك للخس بالشكل ده وتنظيفه من البعض يا اخوانا، والله العظيم بشوف حاجات بحزن. يمسك الخصايه يقطعها من عند الراس ماشي بيها. في مفاصل ما بين العرق الخص او وما بين الراس، ده كله اتربه. ما الخص زي الكرنب زي القرنبيط زي الجرجير من الخضروات اللي هي بتظهر على وش الارض مع الاجواء الجويه والتراب والعواصف، بيخش الرمله والتراب، فلازم الخص بالشكل ده كده. بشكر المساعده بتاعتي للامانه والله. ام شاهد شفت الخص اهو، اكل من غير ما ابص لها. الف انا وشفت اهو، امسك الرغيف الحواوشي بايد والخص البلدي بايد اهو، والف انا. والخص على فكره الورق بتاعه فيه زيوت، والزيوت بتاعت الخص دي بتعالج الامساك. اللي عنده امساك ياكل خص، اللي عنده مشاكل مع الكولون ياكل ورق الخص، ما ياكلش جرجير. الجرجير فيه ماده شويه حاره عامل زي الجنزبيل، فاللي معاه مشاكل مع الكولون ما ياكلش جرجير، ياكل خص. عشان كده الخص بتلاقوه طعمه مسكر. الخص البلدي بتاعنا خير ارضنا بالذات. عيني حاضر. عجبك الموضوع وغيرت لك البلانشه وكل حاجه، حتى السكينه غيرتها. شفت السكينة نازلة تغني ازاي؟ بص بص، سامع الغنى ده؟ سامع المزيكا دي؟ سامع؟ سيمفونية. شوف شوف شوف. السفرة بتاعت النهاردة فيها توازن وفيها عناصر غذائية كل حاجة. حلو. خيار عينيا اهو يا فندم. تحطيط الخيار فيها فن؟ فيها فن اهو كده. مش أقشره، ما بحبش أقشر الخيار أنا. حتى عندي بنوتة تحب تاكل الخيار، ما بقشر، عودت من صغرها هي تاكله كده. القشره بتاعت الخيار مفيده، فيها الياف، خلي بالك ده مهم جدا. انما تغسليه كويس. يعني ايه تغسليه؟ تجيبي فرشه، ودي موجوده عند اخواننا بتوع الادوات المنزليه، في بتبقى ناحيه ناعمه وناحيه خشنه. خلي واحده لغسيل الخضار وواحده لغسيل الفواكه، وكل واحده من دول حطها في طبق كده بوله شوربه واكتبي عليها من بره، دي بتاعت الخضار ودي بتاعت الفاكهه، او الاثنين يمشوا واحده يعني مفيش مشكله. حاجات صغيره اهي، تفاصيل صغيره اهي. هتغسلي مثلا الخيار بيها، هتغسلي بيها عينيا، هتغسلي مثلا بيها التفاح، الحاجات دي كلها. اي قشره للحاجات دي. حاضر. شفت السكينه؟ سكينتك تكون حاضر. ما تقطعيش الخيار من على الجلده بتاعتها. التقطيع دي مهمه، في كذا تقطيع للخيار، بس بقول خاص سلطه بلدي فتتقطع بالطريقه البلدي. حلو. تمام. عندي طماطم نقطع طماطم. انا بحب بقى، انا من الناس اللي يحبوا الطماطم فصوص كده. بتبقى لها شخصيه. شفت الميه بتاعت الطماطم في قلبيها، ما فرطتش على البلانشه؟ لا، لان الطريقه نفسها طريقه التقطيع. شفت النظافه؟ شفت الشياكه؟ شفت الشياكه؟ تاخدها زي الفل. بصي. حتى تقطيعه الطماطميه فيها فن. طب نيجي مخرجنا في الوقت القليل ده بعد اذنك نشوف لو قطعنا الطماطميه على بطنها كده. السكينه بقى عايزه حد يدوس، عمرها ما تيجي. هي يا اخوان صعب، وتلاقي الميه فرطت على البلانشه وشكلها بقى وحش، بس عشان سكينتي حاميه شويه. بس طبعا انت في البيت مش هتبقى سكينتك حاميه كده، خلي بالك. شفت والله ونزلت ميه، انا ما بحبش الجو ده. طبعا تعالوا نغرف الطبق ده بسرعه عشان مخرجنا فجاه هيقول لي وقتك خلص، ما بيدينيش فرصه. اكله حواوشي، اعزمه على قهوه، مفيش فايده. ادي الطبق السلطه بتاعي، ده الخس، شويه الطماطم، شويه الخيار،
ده الجرجير، شوية الطماطم، شوية الخيار، عينيا اهو، وادي الخضرة. الدريسنج بتاع السلطة او الصوص بتاع السلطة اختياري، ممكن خلي التفاح مع زيت زيتون، عصير الليمون مع زيت زيتون، زي ما انت عايزة بقى. ولكن نصيحة مني، ما تحطيش اي صلصة للسلطة بتاعتك الا وقت السفرة، قاعدين على السفرة بناكل بنحط الايه؟ الصلصة بتاعتنا. ليه يا عم الشيف؟ عشان الخضروات الورقية بتهبط مننا نتيجة تعرضها لزيت الزيتون او الليمون مباشرة. سلطة فيها تفاصيل كتيرة بالخير ارضنا، اذا كان الخس البلدي او اذا كان الجرجير. عملنا الرغيف الحواوشي الجميل الحلو اللي قدام حضراتكم ده بعينيا بكل تفاصيله. عملنا رز بلبن. النهاية حلقات البصل دي على وش طبق السلطة بتاخد طابع شرقي، طابع جمالي بالشكل ده كده. يعني نقول مع بعض رؤية، فن، إبداع. كلام ده منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو.